هذه الزياده اللي كانت كيتكلموا عليها الناس كنظن على ان وقع التاجيل ديالها ما عرفناش بالضبط، لان كما عشتم مع المناقشه ديال الميزانيه ديال الحكومه كانت الاشاره على انه وقع التطبيق ديال 10 دراهم في ابريل في 2024 و10 دراهم في 2025 و10 دراهم في 2026، الا انه تم الحمد لله في هذا الشهر بعد المبارك على انه ما تطبقش هذا الشيء، والمواطنين راه فرحانين على انه الشهر رمضان كيكون شويه ديال الضغط عليهم، وهذا كنظن على انه كان تفكير مزيان. كنتظروا ما عرفناش غادي يكون من شهر ومن اولا يخرج شي كومينيكي، يمكن يخرج شي بلاغ بعد رمضان اولا شي حاجه، حنا ما عرفناش غادي يكون، لان ما يمكنش كنظن على ان الحكومه صادقت بالغرفتين ديالها بجوج على هذا الشيء هذا، وكنا دائما كنشيروا لهذا الشيء غادي نوصلوا ليه، لانه الحكومات السابقه كنا في الشيء اللي كنديروا معاهم دائما كنقولوا لهم على الاقل يزيدوا واحد درهم جوج درهم كل سنه، دابا مده 15 سنه راه توصل قرابه 55 درهم ما يحسش بها حتى شي واحد، الا انه انت كتشوف كيفاش وخا 10 درهم الصيغه ديالها او هذا ديالها. المهم حنا عارفين على ان الدوله صندوق مقاصه متقال بهذا الفرق اللي كاين، لان حنا كنعرفوا على ان القنينه في دول اخرى راه وصلت تقريبا الغاز وصل واحد الثمن كبير، واحد الثمن اللي كبير بزاف على 40 درهم، وكنظن على انه غادي المشكل اللي غادي يتثار او اخر هو تحرير ديال القطاع، ملا تحرر القطاع على غرار الغازوال وكذلك الليسانس غادي نعيشوا واحد المعنى كبيره، لان غادي يبقى يتداول الثمن اللي كيكون في الاسواق العالميه بالنسبه للمواطن. كنظن على ان هذا الشيء اللي عندي ما نقول بالنسبه لهذه الزياده، كنتمناو للمواطنين ولا السلطات واحد المخرج لهذا المشكل باش كل واحد يكون متراضيش. حنا بالنسبه لينا كيف ما فيه لكم، حنا بدايه دائما قبل من شهر رمضان كنديروا اجتماعات استباقيه مع الشركات مع مراكز التعبئه مع العمال مع الى غير ذلك اللي عنده كامل صله وعلاقه مع التوزيع. حنا اجتهدنا بما فيه الكفايه على غير السنوات الماضيه، هذا العام الحمد لله موقع لا نقص لا خصاص لا حتى شي حاجه، كل شيء موجود الحمد لله، الغاز موجود وما كاينش شي طلب كثير. انا كنظن على ان كنت كنقول على انهم اللي غتكون هذه 10 دراهم كل شيء غادي يبدا يعمر القنينه ديالو، ولكن الله يكون في العون لكل واحد، كل واحد كيمشي على قد جهده. هذا مجهودات اللي كنبذلوا حنا كجمعيه، والاخوان كيبقاو مشكورين الموزعين كلهم كل واحد بالاسم ديالو على المجهودات اللي كيبذلوا في هذا القطاع، وشكرا.